مساء الخير مشاهدي قناة ناين لايف وحلقة جديدة وصفحة جديدة. يا رب كل مشاهدي قناة ناين لايف داخل جمهورية مصر العربية وخارج جمهورية مصر العربية تكونوا بألف خير وبألف صحة يا رب دائما. أكيد مش هكون ببالغ لما أقول 106 مليون مواطن مصري في كل محافظات مصر بيتابع طبعا الماتش المباراة اللي تجمع منتخب مصر ومنتخب غينيا بيساو اللي بتلعب حضرتك الماتش دلوقتي في غينيا بيساو على ملعب 24 سبتمبر. حضرتك الشوط الاولاني خلص انتهى ولصالح غينيا بيساو 1-0. واضح جدا ان المنتخب المصري بقيادة حسام حسن في ضغط في محاولات لتسديد جون باذن الله تعالى ده في الشوط الاولاني، وواضح جدا منتخب غينيا بيساو ايضا ان هو طول الوقت في المنطقه بتاعته بيدافع طول الوقت. طبعا كلنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله تعالى المنتخب في الشوط الثاني باذن الله يعوض النتيجه في الشوط الاولاني، وان شاء الله يخلص هذا يعني ينتهي هذه المباراه بفوز المنتخب المصري. المنتخب المصري تقريبا فاز في الثلاث مباريات اللي فاتوا حضراتكم، وهذه هي المباراة الرابعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. كلنا طبعا بندعي وربنا يسهل بإذن الله تعالى والمنتخب المصري الوطني يفوز على غينيا بيساو في غينيا بيساو. حضراتكم زي ما كلنا قلقانين على الماتش اللي بيتلعب دلوقتي في غينيا بيساو، زي ما كل المواطنين المصريين ايضا في جمهورية مصر العربية قلقانين من الايام القادمة في المشاكل الخاصة بارتفاع درجات الحرارة الغير مسبوقة. حضراتكم الحمد لله النهاردة وامبارح يعني الامور هديت شوية، لكن حضراتكم قبليها وغالبا الايام القادمة هترتفع درجة الحرارة تاني على أنحاء الجمهورية. حضراتكم يوم الخميس محافظة أسوان مدينتنا الجميلة سجلت أعلى ارتفاع درجة حرارة في العالم. فين؟ في العالم. أي نعم أسوان في نفس التوقيت ده وطول السنة تقريبا درجات الحرارة أي نعم مرتفعة طول الوقت لجنوب الصعيد في مصر، ولكن هذا الـ يعني تكرار ارتفاع درجات الحرارة لتصل انك انت اعلى درجة حرارة في العالم، ده معناه اكيد ان في تغير مناخ. في تغير مناخ. العلماء من كثير من السنوات عشرات السنوات بيحذروا الكرة الارضية من هذا الارتفاع الرهيب من درجات الحرارة. درجات الحرارة حضرتك اللي عمالة تزيد بسبب الوقود الاحفوري. حضرتك حفظنا بقى ده ايام ما كنا عندنا بالتنظيم لمؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ كان في حضرتك 2022، فكلنا حفظنا تغير المناخ بسبب الوقود الاحفوري، البترول الوقود يعني، وحضرتك الفحم والغاز. هذه الانبعاثات ثاني اكسيد الكربون اللي بتطلع في الكرة الارضية بتعمل حاجة اسمها احتباس حراري. هذا الاحتباس الحراري بيؤدي الى درجة حرارة ترتفع للكرة الارضية اذا كان نص درجة 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 ونص، مصيبة على الكرة الارضية وبيهدد حياة المواطنين 8 مليار على الكرة الارضية. شفنا تصحر، وهذا الارتفاع في اسوان ده معناه تصحر لان درجة حرارة رهيبة جدا. اكيد حضرتك ما بتعرفش تزرع، في كتير من الانهار في جميع انحاء العالم حضرتك جفت بهذا الارتفاع درجات الحرارة السنوات الماضية، واكيد السنة دي هنشوف ربنا يستر يعني. وكثير من درجات الحرارة حضرتك عمالة ترتفع، فمعناها ايه؟ ان القطب الشمالي والقطب الجنوبي ايضا حضراتكم التلج اللي هناك هيزيد، سوري هيذوب هيسيح، فمعناها ايه؟ انه يذوب، ان البحار والمحيطات المية هترتفع. مية هترتفع هيحصل ايه حضرتك؟ انك انت كل المدن الساحلية في جميع انحاء العالم ممكن تتغطى بالمية، ده غير الحرائق الغير طبيعية في كثير من غابات العالم. شفنا حضراتكم
كتير من دول العالم اللي عندها غابات حرائق 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 طبعا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهذه الحرائق ايضا بتسبب ثاني اكسيد الكربون اللي بيسبب الاحتباس الحراري. فهي دايرة مغلقة، واذا ما كانش حضرتك العالم والدول العالم المتقدمة اللي عندها تصنيع كثير جدا وعندها انبعاثات لثاني اكسيد الكربون بشكل قوي جدا لانها عندها صناعة وعندها استخدام للغاز والفحم حضرتك والوقود ده، احنا الكرة الارضية هتروح في 60 داهية. يعني ايه 60 داهية؟ يعني معناها حضرتك كثير من البحار في كثير من السمك هيموت، كثير من التصحر معناها الغذاء النبات هيموت. فكل سنة حضرتك بنفقد فدادين، ملايين الفدادين في جميع انحاء العالم، مش عارفين نزرع كويس، المنتجات الزراعية بتقل بسبب تغير المناخ. فهي دائرة مغلقة حوالين مشكلة تغير المناخ. هرجع تاني، في ناس هتكلمني وتقول لي مثلا، تقول لي لا ده هو أسوان طول السنة كده وطول عمرها كده. أيوة نعم، في 2006 و2007 تقريبا سجلت نفس الأرقام اللي هو حوالي 49.6 يعني 50 درجة مئوية، لكن تكرارها وعدد سنوات تكرارها بيزيد. وشايفين كويس قوي دول العالم كلها عماله تقول ان احنا ان شاء الله باذن الله في كوب 27 او كوب 28 اللي حدث في 2023 في دوله الامارات العربيه المتحده، كل العلماء وكل دول العالم بيقولوا لا ان شاء الله في خطه عشان نروح ل يعني الوقود الغير احفوري، الطاقه النظيفه من الشمس وحضرتك من الرياح ومن هيدروجين الاخضر. فطول الوقت حضرتك عمالين نقول احنا في اتجاه الى ان احنا نستخدم الطاقه النظيفه، وفي نفس الوقت كل الدول العظمى اللي هي بتسبب ايضا الحروب واللي فيه خلافات عندها واللي هي بتسبب ايضا المصانع اللي عندها والصناعه الكتير اللي عندها بتسبب تلوث البيئه، مش عايزه حضراتكم يعني تسمع كلام جمهوريه مصر العربيه وهذا الاقتراح العظيم في ان احنا لازم نعمل صندوق يا جماعه للدول الفقيره والدول الناميه. انتوا عايزيننا ننتقل للطاقه النظيفه، طب ساعدونا، احنا ما بنسببش التغير المناخ وانبعاثات ثاني اكسيد الكربون بهذا الشكل، انتوا يا بلاد متقدمه انتوا اللي انتوا السبب. وده اللي دعت ليه مصر حضرتك في شرم الشيخ 2022 في كوب 27. الكرة الأرضية 8 مليار مواطن مصري، 8 مليار مواطن على الكرة الأرضية حضراتكم غالبا مش هتتحول نظرهم لهذا الاتجاه غير لما تحصل مصيبة بقى كبيرة. وده اللي حذر منه العلماء المناخ طول الوقت من عدة سنوات وإلى يومنا هذا. طب هو المصريين يا جماعة لما يكون في أسوان في بلدهم مدينة أسوان الجميلة وأهالينا في أسوان تكون سجلت أعلى درجة حرارة في العالم يوم الخميس اللي فات، طب ده مش ممكن المصريين أو مصر يعني تدعو الأمم المتحدة إن هم ياخدوا إجراء أكثر وأكثر؟ الشعب المصري ومدينة أسوان ممكن إنها تدعو شعوب العالم لأن هم يهتموا أكتر وأكتر في مشكلة التغير المناخ. أنا قصدي إن إحنا ننتهز فرصة هذه يعني درجة الحرارة الغير مسبوقة في العالم، إحنا أعلى درجة حرارة في العالم في أسوان الخميس اللي فات. طب ليه ما نستغلش هذا الحدث وندعو كمصر للأمم المتحدة ولجميع شعوب العالم إن هم نبتدي نركز تاني في موضوع التغير المناخي يا جماعة؟ على مدار آلاف السنين مصر دائما عندها نصائح سياسية اقتصادية علمية
من 7000 سنة مناخية دلوقتي، وفي الآخر بتتحقق اللي مصر دايما يعني بتحذر منه، زي ما مصر عمالة تحذر من يوم 7 أكتوبر 2023 وهذا الحرب الإبادة من الشعب من إسرائيل على الشعب الفلسطيني ومخطط تهجير، وإن هذا الصراع ممكن يتوسع بشكل عام، وده شايفينه في الفترة اللي فاتت. فليه لأ؟ هذا الارتفاع في درجة حرارة مدينة أسوان اللي كل الكرة الأرضية وكل وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم بتتكلم عن إن أسوان أعلى درجة حرارة في العالم يوم الخميس اللي فات، ناخد هذا الخبر وندعو من جمهورية مصر العربية ومن أسوان للعالم إنه يهتم بتغير المناخ تاني. حضراتكم أخبار الماتش إيه؟ الماتش الشوط التاني ابتدى، يا رب بإذن الله تعالى كل التوفيق، أرجع تاني كل التوفيق بإذن الله تعالى لمنتخب مصر في غينيا بيساو، وإن شاء الله ينتهي هذا الماتش على خير، يا رب بإذن الله تعالى. حضراتكم ضيفي طبعا اللي هيكون منورني في الاستوديو النهارده هيكون الاستاذ عوني نافع الناقد الرياضي، طبعا هيكون مشرفنا النهارده بعد استعراض بعض من الاخبار، وطبعا نتكلم عن المنتخب، ويا رب يا رب يا رب باذن الله تعالى يعني ان شاء الله يعني الشوط الثاني نشوف ارقام جديده، يعني تريزيجي ومحمد صلاح والنني، يعني منتخب فيه 3 لعيبة جايين من بطولات العالم، يا رب يوفقهم ان شاء الله باذن الله، ونشوف يعني هتكلم واتناقش مع الكابتن عوني نافع اللي هيكون مشرفني في الاستوديو، يعني هنتكلم معاه ان شاء الله في كثير من الامور ان شاء الله باذن الله تعالى. تمام، نبتدي ببعض من الاخبار بعد اذن حضراتكم. الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الامريكي بلينكن. الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة انتهاء الحرب في قطاع غزة ومنع توسيع الصراع. استقبل الرئيس الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن والوفد المرافق له، ذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة ضمن جولته الحالية للمنطقة. اللقاء شهد استعراض اخر تطورات الجهود المشتركة للتوصل الى وقف اطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الرهان والمحتجزين، حيث تم الاتفاق على تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة الحالية، كما شهد اللقاء مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة. وشدد الرئيس السيسي على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع والمضي قدما في إنفاذ حل الدولتين. وأكد وزير الخارجية الأمريكي تقدير الإدارة الأمريكية للجهود المصرية المستمرة على المسارين السياسي والإنساني وحرصها على الاستمرار في العمل والتنسيق المشترك بين الدولتين لاستعادة الأمن والسلم بالإقليم. الرئيس السيسي يتابع مع مدبولي استعدادات عيد الأضحى. كل سنة حضراتكم طيبين، عيد الأضحى المبارك إن شاء الله بإذن الله تعالى بداية من يوم 15 إلى يوم 20/6، كل سنة وحضراتكم طيبين. الرئيس السيسي يتابع مع مدبولي استعدادات عيد الأضحى. النهارده اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث اطلع الرئيس على تطورات العمل في عدد من الملفات من بينها استعدادات الأجهزة الدولة استقبال عيد الأضحى المبارك، وكذا الترتيبات الجارية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين. وزير الخارجية يبحث مع لافروف الأزمة الحالية في قطاع غزة وسبل تسويتها.
وعلى صعيد الجهود المصرية المتواصلة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم في مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات وزارة الخارجية تجمع البريكس الذي يعقد يوم 10 و11 يونيو. وركزت مباحثات وزير الخارجية المصري مع نظيره الروسي على الأزمة الحالية في قطاع غزة وسبل تسويتها، حيث حرص الوزير شكري على استعراض الجهود المبذولة من جانب الوساطة المصرية القطرية للتوسع إلى صفقة تؤدي إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في القطاع، وصولا إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وخروج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار معدل بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة. وفي اليوم 248 من العدوان الإسرائيلي على غزة، دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار معدل بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة والتوصل لاتفاق للهدنة. وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن المقترح من شأن أن يؤدي إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري مع إطلاق سراح الأسرى. وتأتي الدعوة الأمريكية في وقت تشهد حكومة نتنياهو انقسامات كبيرة، بعدما أعلن عضو مجلس الحرب بيني جينيتس وأعضاء حزب معسكر الدولة استقالتهم من حكومة الطوارئ، متهمين نتنياهو بمنعهم من التقدم نحو تحقيق النصر الحقيقي. وبهذا شهدت حكومة نتنياهو استقالة 3 وزراء، وهم حيالي تروبير من حزب وبيني جينيتس وغادي إزنكوت. مدبولي يترأس الاجتماع الدولي متابعة تنظيم مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاجتماع الدولي متابعة المستجدات الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو الجاري. وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى المتابعة المستمرة لمختلف الخطوات والإجراءات والتفاصيل الخاصة بالاستعدادات لانطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي يحظى باهتمام كبير من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية، سعيا لإخراجه في أفضل صورة وبما يعكس قدرة مصر على تنظيم مثل تلك الأحداث الدولية. منوها في هذا الصدد إلى أنه تم توجيه دعوات الحضور إلى العديد من كبار المسؤولين والمعنيين. وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المهم في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية، مضيفا من شأنه أيضا أن يسهم في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية وجذبا لمزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة. كل سنة وحضراتكم طيبين. حضراتكم الثانوية عامة ابتدت، الثانوية عامة ابتدت وحضراتكم هتستمر، وبعدين إن شاء الله كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، عيد سعيد علينا جميعا. هيتتوقف الامتحانات، وبعد العيد يرجع طلاب الثانوية عامة إن شاء الله في الامتحانات. وزير التربية والتعليم يوجه بالتصدي لأي محاولات للغش في امتحانات الثانوية العامة. وللشأن المحلي، والنهاردة انطلق ماراثون الامتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع ومرت امتحانات التربية الدينية والوطنية بسلام، ولم يتم رصد شكاوى من الطلاب. وتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سير امتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وجه الوزير بالتصدي لأي محاولات غش وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب ومتابعة كل التفاصيل التي تخص بدء الامتحانات. وعلى المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 وقائع لمحاولة الغش الإلكتروني في لجان بالبحيرة وبني سويف وكفر الشيخ. خبر بعد كده، الإحصاء تراجع معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي. معايا على الهاتف الأستاذة فاتن حلمي الصحفية متخصصة في ملف التعليم. مساء الخير يا أستاذة فاتن. مساء الخير يا استاذه فاتن. التعليم
في الاخبار المسائيه وبوابه اخبار اليوم. استاذه فاتن؟ ايوه. الو الو. ايوه يا فندم، مساء الخير. انا اشرف رياض مع حضرتك، مذيع في قناه نايل لايف. يا فندم اهلا وسهلا يا فندم. استاذه فاتن، بعد اذن حضرتك شفنا، بعد اذن حضرتك شفنا حضرتك وزير التربيه والتعليم في تعليمات لبدايه الثانويه العامه وبدايتها اليوم. تعليق حضرتك بعد اذن حضرتك. النهارده بالفعل كل سنه وحضراتكم طيبين وجميع المستمعين بخير. انطلقت اليوم صباح اليوم اول ايام امتحانات ماراثون امتحانات الثانويه العامه العام الدراسي 2024، والحمد لله مر اليوم الاول بسلام وبخير وكانت الاجواء هادئه. تم او ادى الامتحان بالشعبه الادبيه والعلميه 708,000 طالب، 141 طالب، وفي 1986 لجنه امتحانيه على مستوى الجمهوريه. طبعا الدكتور رضا حجازي حرص اليوم على متابعه امتحانات الثانويه العامه وترقب غرفه العمليات واطمأن على سير العمليه الامتحانيه بجميع المحافظات، وحرص على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليميه المتواجدين بالغرف المحليه، واكد على عدد من التعليمات وبتتمثل في دخول الطلاب المدرسه من الساعه 8:15 صباحا واجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجنه الامتحانيه ومراجعه الملاحظين لبيانات الطلاب ومنع الملاحظ من كتابه البيانات نيابه عن الطالب، اضافه للتركيز على كاميرات المراقبه والمحاسبه الفوريه لاي مسؤول عن تعطيل الكاميرات، فضلا على التاكيد على مرور بالعصا الالكترونيه ما بين الطلاب بشكل هادئ للتاكد من عدم حيازه اي طالب لاي جهاز الكتروني او محمول. كما اكد على منع خروج الطلاب تماما قبل موعد بدون وعدم السماح لتواجد اي رئيس لجنه بعد الانتهاء من الامتحانات وغلق المدرسه تماما. عاوز اقول لحضرتك النهارده صفحه الغش الالكتروني شاومينج ادعت او زعمت بتسريب الامتحانات قبل بدء الوقت الامتحاني، وحددت تسعيره للطلبه كنوع من انواع الابتزاز والنصب والاحتيال. طبعا احنا بننشد الطلبه واولياء الامور بعدم الانسياق وراء هذه الصفحات لانها بتحتال على الطلبه وبتنصب عليهم، وطبعا عدم يعني احنا بناكد على عدم تسريب امتحانات الثانويه العامه اطلاقا، واعتقد ان اليوم اكبر دليل على ذلك ان كل الامتحانات اللي تم تداولها على صفحه الغش الالكتروني سواء على التليجرام او الواتساب كانت لا تمت بالامتحان الاصلي بصله. استاذه فاتن، بعد اذن حضرتك ذكرتي انه المراقبين معاهم عصايه الكترونيه، بعد اذن حضرتك ممكن تفهمينا اكتر، وهل العصايه الالكترونيه دي موجوده في كل اللجان في المحافظات مصر؟ ايوه يا فندم، طبعا تم توفير العصا الالكترونيه منذ عده اعوام، وتم اتباع هذا الامر في جميع اللجان الامتحانيه هذا العام. العصا الالكترونيه بالفعل بتكشف او بتكون زي اله بيتم الكشف فيها عن المحمول او الاجهزه الالكترونيه. عاوز اقول لحضرتك ان النهارده مثلا اعضاء فريق مكافحه الغش الالكتروني بغرفه العمليات المركزيه رصدوا عدد من الحالات الغش سواء عن طريق العصا الالكتروني او الكاميرات المراقبه اللي داخل غرفه العمليات، فتم ضبط هو فعلا حالات بدون قطع كلامك. هناك في فعلا في لجان البحيره وبني سويف وكفر الشيخ محاولات غش الكتروني. بالفعل وبرضه عاوزين ننوه ان غرفه العمليات النهارده تلقت بلاغ بوفاه طالب بلجنه بحدائق القبه بالقاهره اثناء اداء امتحان ماده التربيه الدينيه، وده كان اثر هبوط حاد في الدوره الدمويه. فاحنا برضه بنناشد اولياء الامور بعدم الضغط النفسي على الطلبه خلال فتره الامتحانات، ويا ريت يا ريت يراعوا عمليه نوم، يعني الطالب لازم ينام بدري ويستيقظ مبكرا، ما يضغطش على نفسه كتير، لازم ياكل اكل صحي. فطبعا كل دي ارشادات لاولياء الامور لازم ان هم يحافظوا عليها خلال فتره الامتحانات. احنا معانا 40 يوم فتره امتحانات الثانويه العامه، واعتقد دي اكبر
فتره لامتحانات الثانويه العامه على مدار تاريخ الثانويه العامه ما حصلتش قبل كده ان احنا نقعد 40 يوم بحالهم. حضرتك ده هتتوقف الامتحانات في العيد، اجازه العيد اللي هي من 15 الى يوم 20 يوم الخميس 6 صح؟ اي يا فندم، احنا عندنا 11 يوم اجازه قبل الامتحان الاساسي للغه العربيه، واعتقد ان هي فتره كافيه جدا لجميع طلبه الثانويه العامه ان هم يراجعوا امتحان اللغه العربيه، وكمان يراجعوا المواد اللي هيمتحنوها بعد اللغه العربيه. بالتوفيق لجميع طلبه الثانويه العامه، ونناشد اولياء الامور بالتاكيد على عدم اصطحاب الطلبه للهاتف المحمول والسماعات الالكترونيه. النهارده لاحظنا كتير قدام اللجان الامتحانيه ان الطلبه بتستخدم سماعات قدام اللجان، بتسمع من خلالها القران الكريم او بتراجع على اليوتيوب الامتحان مراجعة للمادة قبل دخول أدائها، فطبعا ده ممنوع. فياريت ياريت أولياء الأمور يحذروا من حاجة زي كده، وإن هم يوعوا أبنائهم بعدم اصطحابها عشان ما يستقلوش قانونية، عشان ما يتسببش ليهم في عقوبات. أستاذة فاتن، بعد إذن حضرتك، أنت يعني أكيد متخصصة في مجال هذا المجال، يعني مجال التعليم. الدولة عندها محاولات مستمرة في ان هي تخرج من قوقعة القلق الرهيب كل سنة من الثانوية العامة، ولكن للأسف الشديد لم تنجح الى يومنا هذا. والله يا فندم انا عاوز اقول لحضرتك حاجة، هو اللي مسبب القلق ده كله هم اولياء الامور والطلبة نفسها. يعني احنا لو ما اديناش للثانوية العامة الحجم اللي هو الجامد اللي احنا بنديهولها كل سنة، وان احنا نضغط على الطالب ذاكر عشان تدخل مثلا الكلية الفلانية او الكلام ده كله، فاحنا صدقني هنطلع من القوقعة ديت. بابا الثانوية العامة ما بقاش بابا ثانوية عامة اصلا زي السنين اللي فاتت. اعتقد ان تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني يعني ده عمل ايه؟ يعني قضى بنسبة 80% من بابا الثانوية العامة، ما اصبحتش زي الاول. ده بالاضافة ان فتح المجالات التكنولوجية وفتح المجالات في على مصراعية في الكليات برضو اصبح ان ده مش هي الحاجة الوحيدة دلوقتي الثانوية العامة اللي الواحد يدي لها مجهود كبير. اعتقد ان سبب الضغط والرهبة دي كلها هي الخوف من الطالب ما يحصلش على نتائج موفقة في الثانوية العامة. بس احنا لازم نقول للطلبة ان فعلا مش الهدف هو جمع الدرجات، لا، واحنا لازم يكون في تعلم. يعني انا عاوز اقول لحضرتك ان امتحان البابل شيت ده اصلا غير تماما النظرة من الحفظ والتوطين للفهم والابداع والمهارات. يعني انا دلوقتي بتختار بدون قطع كلامك، بتختار من البدلاء، بتختار من الحلول المختلفة بحيث انك انت الاجابة بتكون على فهمك انت فهمت ايه. عاوز اقول لحضرتك ان بيبقى في حلول متشابهة، يعني بيبقى في حلول متشابهة. انا عاوز اقول لسيادتك دلوقتي في مسابقات، مثلا المسابقات اللي بتعقدها الحكومة او الدولة دلوقتي للتعيينات الجديدة، سواء معلمين جدد او سواء لاي وزارات اخرى، الامتحان كله عبارة عن اجهزة الكتروني، اجهزة كمبيوتر، كل الاجابات بتبقى متشابهة قدام الممتحن. فبالتالي هو طالب منك ان انت تبقى تختار الاجابة اللي هي الافضل، او الاجابة اللي هي اوريدي هي الصحيحة. فطبعا الكلام ده بيطبق دلوقتي داخل امتحانات الثانوية العامة، فالعبء كله هو عبء نفسي على الطالب، عشان كده هو عامل رهبة وخوف ما بين الطلبة، وده هو اللي مسبب القوقعة اللي حضرتك بتقول عليها ان الحكومة مش قادرة تطلع منها، لان احنا مش قادرين نغير فهم اصلا الطلبة ولا فهم اولياء الامور تجاه امتحانات الثانوية العامة. يعني اعتقد ان منظومة الثانوية العامة الجديدة هتقضي على الكلام ده. تمام. استاذه فاتن حلمي، صحفيه متخصصه في ملف التعليم، شكرا لحضرتك يا فندم، ونلتقي باذن الله. حضرتك شرفينا ان شاء الله في الاستوديو هنا، ونتكلم اكتر فاكتر في مجال التعليم بعد اذنك طبعا. ان شاء الله يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا يا فندم. يا جماعه، منتخب مصر مبدئيا كده، اللي مشاهدوا قناه ناين لايف وصفحه جديده، منتخب مصر جاب جول، يعني معناها دلوقتي 1-1، النتيجة 1-1. زي ما انا قلت في المقدمة، حضرتك الشوط الاولاني كان متقدم في غينيا بيساو 1-0، دلوقتي في الشوط الثاني
مصر احرزت جون هدف وبقينا 1-1. نتمنى ان شاء الله الفوز لمنتخبنا في غينيا بيساو. فلنستكمل حضراتكم الاخبار. الإحصاء تراجع معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 28.1% في مايو من 32.5% في إبريل، وذلك بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النهارده. وبحسب بيان الجهاز، التراجع لأسعار المستهلكين على أساس شهري ب 7.1% الشهر الماضي، وهو التراجع الأول لها منذ يونيو 2022، وتعد أكبر وتيرة انكماش منذ منتصف عام 2019، ويقارن ذلك بارتفاع في الأسعار بنسبة 1.1% إبريل الماضي. وزارة التضامن تعلن اكتمال وصول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضي المقدسة. يا رب كل أهالينا في جمهورية مصر العربية ترجعوا بإذن الله تعالى بالسلامة في الأداء المناسك الحج، وكل طبعا الحجاج الملايين اللي موجودين في المملكة العربية السعودية إن شاء الله يرجعوا بألف سلامة بإذن الله تعالى إلى أهليهم وإلى دولهم إن شاء الله. وزارة التضامن تعلن اكتمال وصول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضي المقدسة. الصحة تقدم خدمات كشف وعلاج ل10,000 حاج مصري في مكة والمدينة. أعلنت نيفين القباج وزير التضامن اكتمال وصول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، حيث وصل الفوج الثامن والأخير والذي يضم حجاج محافظات أسيوط والمنوفية وشمال سيناء إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة، ليكتمل بذلك وصول 7,500 حاج التابعين للجمعيات الأهلية، وهي الحصة المقررة هذا العام من الحصة الكلية المخصصة للدولة. وأعلن وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الكشف والعلاج ل 10,287 حالة من خلال 24 عيادة طبية تابعة للبعثة الطبية المصرية للحج حتى مساء أمس، بينها 8,490 حالة تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة و 1,797 حالة في المدينة المنورة. كل سنة وحضراتكم طيبين. زي ما انا قلت، من يوم 15 الى يوم 20/6 عيد الاضحى المبارك. الحكومة اجازت عيد الاضحى من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20 من نفس الشهر. اصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بان تكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر اجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال امتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وزارة التموين ضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات استعدادا لعيد الأضحى. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك ضخ كميات كبيرة من الماشية واللحوم في المجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى المبارك، حيث تم التعاقد على ما يقرب من 30,000 رأس من الماشية الحية، وسيتم التوزيع عبر عدة منافذ منها 1,350 مجمع استهلاكي، وستشهد زيادة معدلات الضخ اليومية بمعدل 50% من المعدل الطبيعي. وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة أن 30,000 رأس من الماشية الحية والطازجة ومبردة تتنوع ما بين أغنام وأبقار وضاني مبرد، وأنه يتم طرح كيلو لحمة كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيه و 335 جنيه للبلدي الطازج، كذلك الضاني المجمد بسعر 335 جنيه للكيلو، ويصل سعر الضاني البلدي 360 جنيه للكيلو، لافتا الى انه يتم طرح كيلو اللحوم الهندي بسعر 220 جنيه، ويتم ضخ كميات كبيره بنحو 1000 طن اضافه الى 3000 طن من الدواجن بسعر 135 جنيه للكيلو الواحد.
آخر خبر معانا حضراتكم وهو الأرصاد، استقرار مؤقت في درجات الحرارة وموجة حارة جديدة تبدأ من غدا. أعلنت هيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من غد الثلاثاء على كافة الأنحاء، لتبدأ موجة حارة إلى شديدة للحرارة تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى على القاهرة الكبرى لتسجيل 42 من مع نهاية الأسبوع، على أن ترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد ل 46 درجة. دي كانت أخبارنا النهاردة حضراتكم. هينضم إلينا الكابتن الجميل كابتن عوني نافع الناقد الرياضي بعد الفاصل إن شاء الله، ونتكلم عن حضرتك تصفيات كأس العالم والمباراة الحالية ما بين منتخب مصر الوطني ومنتخب غينيا بيساو، ونتيجة المباراة حتى الآن 1-1 في الشوط الثاني. فاصل وراجعين حالاً.